عقد برنامج رائد الأعمال التقني بالتعاون مع شركة NGN ورشة للمشاركين في البرنامج حول الأمن السيبراني لنشر الوعي حول كيفية التعامل مع مخاطر الاحتيال الإلكتروني. وقدم الورشة التي استمرت على مدى يومين محاضرون مختصون في المجال التقني وريادة الأعمال، حيث قدموا مواضيع هامة ومبتكرة في هذا المجال. إلى جانب هذه الورشة، تضمن برنامج رائد الأعمال سلسلة من المحاضرات والورش التي تغطي المواضيع التقنية الحديثة. كما تعلم المشاركون خلال الورشة كيفية استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي في مجموعة متنوعة من الأعمال، بما في ذلك التعليم والتدريب والتسويق والبيع بالتجزئة. ويهدف برنامج رائد الأعمال إلى تزويد الشباب المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال. وصلنا لنص البرنامج، والحمد لله يعني كان في تفاعل ممتاز من المشاركين. زرنا مؤسسات متنوعة، التقينا بشخصيات في ريادة الأعمال، قدمنا ورش، يعني هي مهارات، هي علاقات، هي معلومات، كلها بشكل متكامل تصب في هدف صناعة رواد أعمال المستقبل. سنويا نحرص أن نشارك مبادرات طبعا رائد الأعمال التقني، والهدف الأساسي من وراها أن ندعم مبادرة الشباب المختلفة يعني في مملكة البحرين، وخاصة من نواحي مثلا الأمن السيبراني مهم جدا بالنسبة لنا، نشر الوعي في هالجانب، وهم يساهم الشباب مثلا إذا بيدخلون في مجال الأمن السيبراني، سواء إذا كانوا في قطاع الأعمال أو قطاع مثلا يعني ريادة الأعمال من طرفهم، هم يعطيهم مثلا يحطهم على الطريق الصحيح. وهدفنا سنة بعد سنة ندعم يعني هالمبادرة. قدمت أحد ورش العمل في هذا البرنامج، البرنامج صراحة جدا ممتاز، يعني فرصة جميلة لاكتشاف المواهب اللي احنا ما نعرفها الموجودين. الحضور كانوا من إعدادي إلى ناس متخرجين من جامعة، وشفت منهم نوابغ ما شاء الله في الـ AWS، في الروبوتكس، في كذا، هاي اللي أنا شفتهم. بس في هالنوع من التحاور مع ناس من البزنس من العمل مثلي مثلا، ويا ناس متخرجين توهم وذي، فممكن الأسئلة مالتهم تكشف لك عن القدرات الموجودة عند الشخص. اليوم الثاني في NGN استضافونا وما قصروا، ووايد استفدنا وحصلنا وايد خبرات في الذكاء الاصطناعي والسايبر وبلوكتشين. ففي هذه اليومين استفدنا الكثير من المعلومات، وبعد ما ننسى يعني باقي الأيام اللي كل يوم نستفيد معلومة جديدة وفائدة جديدة. علمنا وايد فئات من الذكاء الاصطناعي ومن السايبر سيكيورتي، اللي يكون نموذج وتعليمات تقدمها في مؤسسات، وشلون يحمون وشلون يقدمون. واحنا تعلمنا ان تعرفون ان سايبر سكيورتي يلعب دور كبير حق الشركات، لان يحامي معلوماتها، وكيف احنا نتعلم كفكريا وتنفيذيا في هالمجال. اليوم تعلمت من الورشه الفيرتشوال رياليتي وانواع الفيرتشوال رياليتي، اللي هو الاوجمنتد رياليتي والميكست رياليتي، وان شلون الاوجمنتد رياليتي عنده يوفر لك المعلومات، والميكست رياليتي هو ميكس من فيرتشوال رياليتي واوجمنتد رياليتي. وتعلمت بعد شلون اتعامل ويا القراصنه اللي هو السكامرز، لما يتصلون فيني شلون اتعامل اياهم، وشلون ان ما انخدع من يعني شلون هم يتحجون لي وشي. يعني الوعي شيء ضروري، لانه يعني يتطور تكنولوجيا، كل شيء قاعد يصير الكتروني. يعني اذا انت مثلا ما عندك وعي بال يعني الالكترونيات والتطور اللي قاعد يصير، فالانسان يخسر، يعني يمكن يسرقونك وانت ما تدري.